السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن شرح طريقة تنزيل لعبة ببجي موبايل كوريا على موبايلات الأندرويد. طبعا لعبة ببجي موبايل كوريا بتقدم مميزات رهيبة جدا، بحيث إنها تديك سكنات فري كتيرة جدا. يعني لو فتحت باكيجات فري بتديك سكنات ميسك وسكنات ليجندري كتيرة جدا، بخلاف العالمية اللي بتكون شحيحة جدا في السكنات. كمان مش بس كده، بتقدر تلعب في سيرفر العالمية، مثلا لو أنت بتلعب النسخة الكورية وصاحبك بيلعب النسخة العالمية، فانت تقدر تلعب معاه في نفس السيرفر بدون اي مشاكل. الطريقه اللي هنشرحها النهارده ان شاء الله بدون اي في بي ان او اي حاجه. الطريقه معتمده على ستور صيني اسمه تاب تاب. الستور ده بيدعم الابديتس كمان، يعني على المدى البعيد اللعبه لو نزل لها ابديت او اي حاجه بتقدر تعمل الابديت ده بكل سهوله. هسيب لكم لينك تحميل الستور ده في الديسكريبشن، وبعد ما تخش على اللينك بتعمله داونلود بشكل سهل جدا وبسيط. بعد ما بتعمل داونلود للبرنامج بتدخل على واجهه البرنامج، بتظهر لك كده النسخه الجلوبال مش النسخه الصينيه. بتيجي تكتب في البحث ببجي موبايل، ببجي. بعد ما بتعمل سيرش بتظهر لك اول واحدة، لانها واخدة ترند على الستور ده، لانها اكتر لعبة تتحمل على الستور. بتدخل عليها بيكون مكتوب عليها ببجي موبايل كي ار، بتدخل عليها عادي جدا، بتدخل عليها وبتدوس على داونلود. بعد ما بتحمل اللعبه بتبدا تشتغل معاك بشكل طبيعي. وكمان زي ما قلت لكم ان الستور ده من اكبر مميزاته ان هو بيدعم الابديتس، لو اللعبه نزل لها ابديتس تقدر تحمل الابديت ده بكل بدون اي مشاكل. وفي نهايه الفيديو اتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح. لو عندك اي استفسار او اي طلب يا ريت تسيبه لنا في التعليقات وان شاء الله هنرد عليك. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا لايك للفيديو ده وتفعلوا زر الجرس لكل